اكتملت عودة بعثة حج القرعة من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج في ظل تيسيرات قدمتها لهم وزارة الداخلية المشرفة على بعثة حج هذا العام من خدمات لوجستية ومعيشية طوال 21 يوما قضاها الحجاج بين مكة والمدينة والمشاعر المقدسة. رحلة حج هذا العام والتي أشرفت عليها وزارة الداخلية كانت متميزة في خدماتها والتيسيرات التي قدمت للحجاج طوال فترة آداء المناسك، فقد كانت إقامتهم في فنادق مجهزة بكافة وسائل الراحة بمكة والمدينة، وتتميز بقربها من الحرم النبوي الشريف بالمدينة والمسجد الحرام بمكة المكرمة. كل حاجة منظمة من أول ما طلعنا من هنا، وترتيب الأوراق وترتيب الشنط واستلام الشنط هناك واستلام أماكن الإقامة، الحاجة كلها كانت مترتبة وفي حرفية جامدة وفي متابعة جامدة جدا من المسؤولين عن البعثة. يعني الصراحة ما شاء الله، أول مرة أشوف فنادق عالية ما شاء الله ونظام وتنظيم ما شاء الله. الله ينور عليكم. وقد حققت بعثة حج القرعة نجاحا كبيرا في توفير الخدمات للحجاج، بخاصة بتوفير حافلات مجهزة بكافة وسائل الراحة لتفوجهم من المدينة لمكة وتنقلاتهم المختلفة بين المشاعر المقدسة، وهو ما أشاد به. الحمد لله الدنيا كانت لطيفة جدا، والحمد لله نزلنا في أعلى الفنادق سواء في المدينة سواء في مكة، غير التسهيلات بقى الوسائل المواصلات، الدعم بقى المعنوي والدعم المادي والدعم الغذائي وكل حاجة، بصراحة ما أثروش معانا في أي حاجة، ربنا يبارك لنا. كان في تسهيلات كتيرة الحمد لله، ونشكر وزارة الداخلية على كل الخدمات اللي قدمتها لنا وكل التسهيلات اللي قدمتها لنا. الضباط يعني كانوا بيواصلوا الليل بالنهار عشان تسليل كل العقبات، ما سابوناش ولا دقيقة الضباط. احلى مستوى زي ما تقول في المعامل ممتاز، معانا على طول في كل دقيقه في كل دقيقه، بالليل متواجدين وبالنهار متواجدين في الفندق، ويطلعوا يقولوا لنا عايزين حاجه ناقصكم حاجه. أفواج حجاج القرى عادوا إلى أرض الوطن بعد أن أدوا مناسك الحج متمتعين بالصحة والعافية دون أي مشكلات واجهتهم أثناء أداء المناسك. فقد استقبل مطار القاهرة الأفواج الأخيرة من الحجاج لهذا العام قادمين من مطار جدة، وجوههم تعلوها الإشراق والبسمات، فقد أدوا فريضة الحج وسط تيسيرات قدمتها لهم بعثة حج القرى تحت إشراف وزارة الداخلية خلال 21 يوماً قضوها بين المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ليكتمل بذلك عودة ضيوف الرحمن لأرض الوطن. صراحة كانت رحلة رائعة جدا الحمد لله، بركة من عند ربنا ان احنا كنا من ضيوف الرحمن السنة دي، والتنظيم كان رائع جدا الحمد لله. صراحة تنظيم ورعاية وكل حاجة شفناها كويسة، بصراحة رحلة كانت جميلة يعني الحمد لله. الرحلة ما كان فيها عيب، والله الأكل لا فيه عيب ولا الفنادق فيها عيب ولا الرحلة فيها عيب. بشكر وزارة الداخلية عن تنظيم رحلة الحج في البلد، لأنهم فعلا عملوا مجهود، نتيجته إن احنا راجعين ما احناش تعبانين. ألف شكر لوزارة الداخلية، ألف شكر. هكذا كانت الرحلة الإيمانية لهؤلاء الحجاج ميسرة، كانوا فيها ضيوفا على الرحمن عادوا، وكل واحد منهم يرجو أن تكون صحيفته بيضاء كبياض المشهد على صعيد عرفات.